أهلا بكم. طالبت نائبة علي نصيف الجهات الرقابية بالكشف عن حيثيات قيام وزير الكهرباء لؤي الخطيب بإبرام مذكرة تعاون مشترك مع معهد تابع له. وقالت النائبة نصيف إن وزارة الكهرباء متمثلة بدائرة التدريب وبحوث الطاقة أبرمت مذكرة تعاون مشترك مع ما يسمى بمعهد العراق للطاقة المؤسس من قبل الوزير الذي يحمل الجنسية البريطانية. وأبدت النائبة تعجبها من عدم تحرك الجهات الرقابية على الرغم من طرح الموضوع للنقاش منذ شهرين، متسائلة عن الأسباب والدوافع التي تجعل الوزارة تتعاقد مع هذا المعهد الذي يعد وفق القانون جهة أجنبية ويخضع نفاذ التعاقد معه إلى شروط خاصة في القانون لم تلتزم بها الوزارة. جدد مجلس محافظة الأنبار مطالبته الحكومة في بغداد إنجاز معاملة التعويضات التي تم تحويلها قبل أشهر. وأرجع المجلس تكرار مطالبته الحكومة في بغداد إلى محاولته رفع الظلم عن قرابة 90% من النازحين جراء العمليات العسكرية التي طالت مدنهم وقراهم والتي تسببت في هدم منازلهم. أضاف المجلس أنه وعلى الرغم من مرور ما يقارب العامين على انتهاء العمليات العسكرية في الأنبار إلا أن مخصصات النازحين والمتضررين من العمليات العسكرية لم تصلهم في ظل تسلم بغداد ما لا يقل عن 500,000 معاملة مصادق على صحتها، غير أن الصرف متأخر إلى أجل مسمى. اتهم ذو المهن الصحية وزارة المالية بعرقلة منحهم حقوقهم التي أقرتها الحكومة في بغداد. وقال المتظاهرون أن مطالبهم لم تنفذ على الرغم من موافقة الحكومة في بغداد، مشيرين إلى أنهم لا يعرفون سببا لذلك. وتتمثل مطالب المتظاهرين في زيادة مخصصات الخطورة من 50 إلى 80% ورفع التسكين الوظيفي الجائر عن درجاتهم الوظيفية. هذا وكانت المستشفيات قد شهدت عددا من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية نظمها ذوو المهن الصحية للمطالبة بتنفيذ قرار الحكومة بزيادة مخصصات الخطورة ورفع التسكين عن درجاتهم الوظيفية. قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العراقية لمنتجي الدواجن علي المظفر إن قطاع الدواجن انهار بسبب المنافذ الحدودية في كردستان العراق. وأضاف المظفر أنه إذا تعرض منفذ إبراهيم الخليل لما تعرض له باقي المنافذ سينتهي قطاع الدواجن في العراق. وأكد المظفر أن هناك جهات تحاول القضاء على قطاع الدواجن عبر منفذ إبراهيم الخليل، مشيرا إلى أن مجازر الدواجن في العراق توقفت بعد عام 2003، وذلك بعد إغراق جهات متنفذة في سوق استيراد الدواجن المستوردة والبيض الفاسد. قالت شرطة محافظة ذي قار إنها ضبطت شاحنة براد محملة ب 15 طنا من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية. وأضافت الشرطة أن الشاحنة المضبوطة كانت قادمة من محافظة الهوك وتم إيقافها في تل اللحم جنوبي محافظة ذي قار. يذكر أن ظاهرة الأغذية الفاسدة قد تزايدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة في المحافظات الجنوبية. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.